كثيرا ما نتفاجأ عندما يعرض علينا الفيسبوك صداقة مع شخص التقينا به قبل وقت قصير عن طريق الصدفة، وكذلك نشاهد إعلانات تتحدث عما تحدثنا به قبل قليل على الواتساب مثلا. هل هي حقا مجرد صدفة؟ الجواب في هذا التقرير. هواتفنا الذكية لم تعد تفارقنا، بل صارت تشاركنا كل لحظاتنا الخاصة وتقوم عنا ببعض مسؤولياتنا. قد تكون سهلت حياتنا من جهة، ولكنها من جهة أخرى جعلت من خصوصيتنا سلعة للبيع. تغيير الخصوصية لنحو 350 مليون مستخدم ليس بالأمر الذي تقوم به العديد من الشركات. لقد قررنا بأن هذه ستكون هي المعايير الاجتماعية وطبقناها. كلنا نتعامل بحذر مع ما نكتبه ونصوره وننشره في الفضاء الإلكتروني، ولكن أنا بدي روح إسطنبول بعد شي أسبوع، وبديك تعطيني نصيحتك أنت وين قعدت وكيف كان الأوتيل. عند التحدث أمام تطبيق الفيسبوك وهو مفتوح عليك أن تكون حذرا في كل ما تقول. يأخذ الفيسبوك كلمات محددة من حديثك ويحولها لإعلانات. فعلا طلع لي إعلان لإسطنبول. شركات التكنولوجيا تقدم لك خدمات رائعة تجعل حياتك أسهل، ولكنها لا تطلب مقابلا لذلك، لأن ربحها قائم على بيع معلومات عنك. القصة في تفعيل الفيسبوك للميكروفون الخاص بجوالك، وبالتالي يبقى مفتوحا يستمع لأحاديثك ويعطيك الإعلانات المتطابقة مع اهتماماتك. صحيفة الاندبندنت البريطانية نبهت قراءها إلى الأمر قبل عدة أشهر، مشيرة إلى أن الخاصية موجودة منذ نحو عامين، لكن قليلا من المستخدمين من انتبه لها. من جانبها نفت شركة فيسبوك بشكل قاطع استماعها إلى أحاديثنا، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها تستخدم الميكروفون إذا سمح المستخدم لها بذلك. وتعقب الفيسبوك لا يتوقف هنا. بمجرد تجولك في منطقة ما ستجد إعلانا يقترح أحد المطاعم القريبة. تعرفت للتو فقط على أحمد. أحمد كيف الحال؟ أظن أنت ما بتعرفني، ولكن إحنا اليوم ناويين نعمل يعني زي تيست بسيط على. وتبادلنا بعض الرسائل دون الدخول للفيسبوك. وقبل انتهاء المراسلة اقترح الفيسبوك أحمد على قائمة أصدقائي. عند انضمامنا للفيسبوك فنحن نوافق على شروط الاستخدام، ومن بينها استخدام خصوصيتنا، في حين لا يقرأ الكثيرون منا هذه الشروط، لكننا نوافق فعليا على استخدام خصوصيتنا لأهداف تجارية. فمن منكم مشاهدينا يعلم على ماذا وافق تحديدا عند تسجيل دخوله في هذه الوسائل؟ التجسس ليس حصرا على الفيسبوك، فجوجل تفعلها كذلك مع صفحة البحث الخاصة بها، وكذلك مايكروسوفت وملحقاتها، والكل يجمع معلوماته عنك. أحمد عاشور، الجزيرة، الدوحة.